إذا مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد. يحتفل العالم يوم غد 8 أيار باليوم العالمي للتلاسيميا. بالتأكيد يعني جمعية منتدى الثقافة الصحية احتفل بهذا اليوم، وطبعا بالتأكيد يعني الأيام العالمية هي أيام لزيادة التوعية والتعريف أيضا ببعض الأمراض أو الفعاليات الخاصة. يوم أمس كان في احتفال للجمعية بمرضى التلاسيميا. على العموم التفاصيل، مرض التلاسيميا، المعاناة اللي بيعاني منها المرضى، كلها إن شاء الله محاور راح يتم الحديث فيها من خلال ضيفتنا السيدة أو الأستاذة جهاد البنا. أهلا وسهلا فيكي، وأنت رئيسة هلا الجمعية. هلا هلا، يسعدك ربي. كل عام وأنت بألف خير. أنت نشيطة جدا جدا يعني في هذا المجال، ويمكن البدايات كانت من تجربة شخصية. شخصية مزبوط. نعم، احكي لنا شوي يعني هيك من أكثر من 20 سنة تقريبا. أكثر فكرتي بالموضوع قد إيه؟ أكثر هلا يعني 30 سنة تقريبا. وش طمنينا كيف الشباب؟ مناح الحمد لله. أحمد كويس طبعا. أحمد مصاب بمرض التلاسيميا، تخرج من الجامعة ما شاء الله قبل شهر واشتغل. نعم الحمد لله. طبعا شباب كتير كمان عندنا، مش بس أحمد، خلصوا من الجامعات واشتغلوا. وإحنا مبارح كنا مع عطفة الدكتور علي السعد، حكينا له عن مشكلة يعني بيعانوا منها الشباب الخريجين، إنه برسبوا في الفحص الطبي فلا مؤسسات عامة ولا خاصة برضوهم. رح نحكي بالتحديات أكثر، ولكن بداية احكي لنا عن يعني قديش في عنا مريض تلاسيميا اليوم، وين متركزين، شو أهم الخدمات اللي هن بيطلبوها؟ عنا 1100 مريض في الأردن. نعم. مقسمين في طبعا مراكز متخصصة لهم في مستشفيات وزارة الصحة. نعم. مستشفيات وزارة الصحة في قسم في البشير، وقسم في الزرقاء، قسم في إربد، وقسم في غور الصافي. نعم. طبعا هدول الألف فقط يعني في هاي المراكز هنا بيقدروا يتلقوا العلاج بس. نعم. فقط لا غير، يعني بغض النظر وين. لا 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 لا، ولا بيقدروا يصرفوا علاج إلا من هاي المراكز. أوكي. لأنه علاجهم مكلف وما حدش بيقدر يشتريه يعني. طبعا هم مقسمين حسب التوزيع الجغرافي يعني في طبعاً. في المملكة عمان أكثر، بتيجي إربد أكثر، الزرقاء، بعدين بيجي غور الصافي. نعم. شو طبيعة يعني الخدمات الصحية، خلينا نبلش يعني شو طبيعة العلاج اللي لازم يتلقوه، لأنه هو أسبوعي علاجهم يعني؟ لا يومي. يومي مزبوط، يومي. يومي. نعم. هم بتلقوا العلاج طارد الحديد أهم إشي. نعم. لأنه بدنا نحكي شوي عن الدم. الدم هو شريان الحياة لمرضى التلاسيميا، وهو اللي بموتهم. يعني هو بحييهم هم بموتهم. نعم. نسبة الحديد العالية جدا في الدم اللي بياخذوه، اللي بتترسب على جميع أجزاء جسم المريض التلاسيميا، أول شيء على عضلة القلب والكلى والبنكرياس، هي كلها بتعمل تلف عنده، هبوط حاد في الكبد فبتعمل على وفاته. فعنا إحنا أدوية طاردة للحديد، 3 أدوية طاردة للحديد، منهم اللي هو الجهاز الانفيوجن بام ديسبرال، وهذا بتاخذ بطريقة سيئة جدا، إنه المريض كل ليلة بغز بطنه إبرة للصبح لازم يأخذه مدى الحياة. نعم. وفي هلا أدوية تتاخذ عن طريق الفم. طبعا احنا لسه يعني خليني انوه انه احنا في الأردن لسه عم نعطي المريض 10 حبات وخمس حبات وحبتين كل جرعة بأخذها. هلا صار في العالم اللي حوالينا او مرضى التلاسيميا وعم بتداولوا اللي هي حبة واحدة في اليوم. شو الأسباب يعني انه كلفة الحبة الواحدة؟ لا ولا كلفة ولا شيء، بجوز الوزارة عندها كميات من الدواء بس تخلصها، ممكن يطرح عرطاء جديد، بس هذا لا يعني يكون سبب انه هم يعطلوا هاي الحبة، بتكون اريح للمريض كتير. لانه في ناس كمان دواء ما بوافق وباخذ دواء تاني، الدواء التاني ما بوافق بده ياخذ الثالث. نعم. يعني كل حسب طبيعة اجسامهم حسب تقبلهم للأدوية. وهذا يومي يعني سواء يومي الإبر يومي او الأدوية الاخرى يومي. ومتوفرة هاي الكميات من خلال يعني المستشفيات، يعني كل مريض بيروح كيف بيصرفوا له لفترة محددة؟ بيصرفوا له شهري على اساس ما يرجع كل يوم على المستشفى. طبعا باخذ علاجه شهري، بس في دواء اللي هو بيتاخد اللي بيكون عضلة القلب عندهم ضعيفة. عرفت أنا أخيرا مرضى اتصلوا فينا إنه مش متوفر، وقالوا لهم ما في دواء
طب في موجود في عمان في اربد موجود، طيب امنوا لهم اياه طالما موجود بالوزاره، حتى لو مش موجود اطرحوا اعطاء جديد وجيبوا لهم اياه. هذول مرضى قلب ما بيقدروا ياخذوا ادويه ثانيه، يعني بتتهدد حياتهم يعني بالتاكيد اذا ما اخذوا هذا الدواء. ما اخذوا بده يترسب الحديد عندهم، حيزيد الحديد على عضله القلب، حيسبب الوفاه. يعني احنا ما بنذكر اسماء ادويه، بس يعني هم عارفين يعني هلا بالزرقاء لازم يامنوا الدواء هذا لمجموعه من المرضى اللي عندهم ضعف في عضلة القلب. قديش صار لهم تقريبا مش ماخذين الدواء؟ والله لهم فترة وراحوا على الصيدلية، والممرضة هناك الله يجزيها خير اتصلت بالصيدلية قالوا لها ما في ما بنقدر هلا نصرف لهم دواء، طب جيبوا لهم دواء كذا، قال ما عندنا مش يعني اسباب. طب ايش الاسباب؟ عرفت الاسباب يعني؟ لانه انت يعني تتواصلي بشكل مباشر مع وزاره الصحه يعني، وانت الناطق باسم مرضى التلاسيميا وهي الفئه واهلهم ايضا اللي كمان بيعانوا. مساكين يعني اهلهم، في ناس تقدر تحكي ناس ما بتقدر. مش هيك انت صوتهم. عرفتي الاسباب طيب؟ لا وفيش اسباب يعني بدناش نشتغل. هذا يعني انت قررتي انه هذا هو السبب ولا في شيء؟ هلا انا يعني تواصلتي معهم استاذه جهاد؟ بقول ما بعرف شيء على يعني الممرضه قايله لها تاعت الصيدليه ما في شيء، بدهم ينتظروا شهرين ثلاثه ما بعرف شو هو يجيبوا عطاء يجيبوا مش مشكله، في تزويد في الوزاره يعني في تزويد رئيسي في الوزاره، ممكن هم يطلبوا الصيدليه المركزيه في مستشفى الزرقاء ممكن يطلبوا الدواء يقولوا انه يعني ارجنت هذا طارئ بدنا اياه. طب هلا انتم تعاملكم بيكون مع وزاره الصحه وايضا وزاره التنميه ولا فقط وزاره الصحه؟ لا احنا وزاره الصحه والتنميه والثقافه. والثقافه، نعم. هلا شو طبيعه الخدمات وكيف اليه التعاون يعني؟ هلا دائما بيكون في مثلا اذان صاغيه، بتعرفي يعني كمان التحديات اللي بتواجه الوزارات ايضا يمكن ليست بقليله، الملفات اللي هن حاملينها ايضا كتير ليست يعني بقليله. يعني عندهم مشاكل كثير الوزاره. انت من وجهه نظرك كيف شايفه التعاون الدعم اللي عم بيقدم؟ ممكن نركز هلا على قد يكون تنمية وصحة أكثر لأن هي ملفات بتخصكم يعني بطريقة ملحة يعني. بتخصنا أكثر. طبعا أنا بصبح على معالي وزير الصحة دكتور محمود الشياب، هو يعني اشتغل معنا فترة طويلة في التلاسيميا. وإله يعني ألف شكر يعني، وهو كان المؤتمر إذا بتتذكري الأول للتلاسيميا في الأردن احنا عملناه كجمعية، هو كان رئيس المؤتمر. يعني وعنده دراية كاملة عن التلاسيميا ومرضى التلاسيميا وكل شيء. تعاون الوزارة ممتاز، الأطباء يعني في استجابات ممتازة، بس إلي تنويه يعني أنا بتعرف ستانة اللي مجال زمان أنا بشتغل بهذا العمل، وكل سنة لازم أعمل احتفال اليوم العالمي في التلاسيميا في الأردن. فأنا قلت خلص طالما أنه الدكتور محمود وعارف القصة وكذا خلينا إيش رعايته. وهذا ما حصل مش هيك؟ حصل هو، بس يعني أنا لما بدي أبعت رعاية لمعالي الوزير زي اللي قلت لك يعني ما بدنا نشتغل، بروح ببعتها للأمين العام، الأمين العام لمدير مستشفيات، مدير مستشفيات وديها مستشفى البشير، بعدين ترجع لإدارة المستشفيات، ترجع للأمين العام، ترجع يعني إجراءات بيروقراطية يمكن أنت من وجهة نظرك؟ لا هذا صعب. هلا انا هنا بدي اياك رعايه، بجيب لك الكتاب يعني انت بتعرفي انه اميرات احنا برعالنا، ببعت الكتاب يا يا لا بعتذر مثلا او بنتدب حدا. طب ايش السبب من وجهه نظرك هاي اللفه الطويله كانت؟ يعني هل هي يعني انت شايفتيها مشكله كانت شائكه يعني بتبين تفاصيل اخرى ولا لا هي تفصيل هاي يعني؟ لا بتبين يعني انه المسؤول نفسه اللي هو راس الهرم ما يعرف شيء. يعني أنا طلبت من السنة الماضية 2016-2017 مقابلة محمود الشياب ما رجبوا لي، حطوا الكتاب في الحاوية. طب ليه بدك تقابلي؟ في عندنا مشاكل مثلها. هلا عندي مركز غور الصافي، نعم، عندك 55 مريض في غرفة بيجوا كل يوم، غرفة واحدة لا فيها صالون، والتمريض معهم، طب بدهم يركبوا لهم دم، بدهم يقعدوا، بدهم يعني مش هاي مسؤولية مين بتكون؟ وزارة يعني الصحة. وزارة الصحة يعني بدي أنا أنقلهم على مكان أوسع. يعني أنا بدي أجيب مريض يكون مرتاح بده يقعد 6-7 ساعات عم باخذ دم يوميا، بدي أروح 55 في غرفة واحدة؟ ومساحتها؟ ما غرفة
شو هي بدها تكون غرفة يعني. فبدنا يعني نظرة تعطف من وزارة الصحة يتوسعوا في هذا المجال، إنه يحطوهم في مكان أوسع، مكان أنظم. يعني شوف في مركز تلسيميا في عمان في البشير، ولو إنه مهرهر، وطبعا بدنا نوجه نداء نعم للشركات وأصحاب الخير منكم، يا عمي إحنا ما بدنا مصاري، بدنا تنزلوا على المركز تعملوا له صيانة وتدهنوا وتزبطوا وتركبوا لنا برادي وتجيبوا لنا تلفزيونات لهالمرضى. عندنا كل يوم 35 مريض وبيقعدوا 6-7 ساعات، بيقعدوا فترة طويلة لحد ما يصير نقل الدم يعني، أو مرات بصير عندهم 60 مريض باليوم في عمان. في كراسي يعني بدنا نجيب كراسي مريحة، بدنا نجيب كنبيات، بدنا نجيب تلفزيون. اي والله هاي امور كتير مهمة، وخاصة للشخص اللي يعني عم بيعاني عنده نفسية طبعا. وبعيدا عن يعني زي ما حكيتي مثلا الصيانة او الاماكن اللي بيتم اعطاء الدواء فيها، ايش في عندك؟ هلا عندي مشاكل انا بتهمني بالمرضى شخصيا نفسه. نعم. هلا انا بدي، ما بدي 30 سنه وانا اقول وفروا لهم شغل وخذوه وعملوا لهم كوته وتخرجوا من الجامعه وبقول لك ديوان الخدمه خليهم صفوا على الدور، فيش حالات انسانيه. ما بيشغلوهم؟ لا ممنوع. ليه؟ لانهم مرضى هدول بعدين مستأصلين الطحال، لانهم بدهم يروحوا يتوظفوا عن طريقه الطحال تاعتهم. شايفه كيف؟ فاذا ما اشتغلش الطحال مزبوط مش حيعرفوا يشتغلوا. نعم. عرفتي؟ بس هو يعني بالقانون ممنوع انهم بحب روحك، بالرغم انا اكثر واحده يمكن بعرف قد ايه كميه المعاناه اللي انت عانيتيها شخصيا، وهذا هلا كمان ايضا مع المرضى. بس الفكره انه ما في قانون مثلا بحمي حقوقهم من ناحيه العمل، لانهم لا 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 بيدرسوا وبيتخرجوا من الجامعات وغيرها. ما لهم قانون، ما في. ولا حتى اذا بدهم يروحوا على القطاع الخاص بيقدروا يشتغلوا؟ القطاع الخاص يعني انت عارفه كيف بده يشغلهم. برضه بده يوديهم مثلا، على اللجان يفحصوه. نعم. برسبوا هذا مستأصل الطحال، ما في لك شغل، علشان هن مصابين بمرض التلاسيميا، فعم بتكون يعني عائق. طب وهذا لايمتى يعني؟ لما يموتوا. ما في يعني لهلا لليوم ما في مريض تلاسيميا اشتغل عندنا في الاردن؟ لا اشتغلوا، في حالات استثنائيه اشتغلت. كيف الاستثناء؟ حالات شو استثناء بيكون؟ يعني ممكن وزير الدخل، نائب الدخل، واحد يعني عنده عمل خير الدخل شغله، مش غلط يعني. وبدها تكون شغلات يعني بديش اذكر اسماء، يعني لما واحد بيكون عنده بكالوريوس إدارة فنادق يشتغل مراسل، هل مقبول هذا؟ مش عارفة. طب انتو في عنا تقرير عن أحمد أعتقد بدنا نشوفه، يعني هو قصة نجاح أيضا. بس أنا بدي تحكي لي قبل ما نشوف التقرير لو سمحتي، بس تحكي لي عن معاناتك انت الشخصية ومرضى التلاسيميا، شو مستقبلهم يعني من ناحية صحية؟ قديش بيعيشوا؟ طبعا الاعمار بيد الله يعني، بس يعني مع التدخلات العلاجيه اللي هلا في على فكره يعني. بوجه نداء لمعالي وزير الصحه ومدير اداره المستشفيات، مدير مستشفى الزرقاء، مرضى الزرقاء ما عندهم طبيب. ما عندهم طبيب للتلسيميا. كان يعني عندي المرضى قبل اسبوعين مشكله، اتصلت انا بالمركز، ردت علي دكتوره يعني اعتذرت لي وانا احييتها وانبسطت منها، قالت لي انا ست جهاد مقيمه جلديه، شو فهمني انا بالتلاسيميا. انت لما تجيبي مقيم جلديه لمريض تلاسيميا شو بده يعطي الدواء يعني؟ كل شيء يعني في المركز، بده يجي الصبح بده يفحصه، بده يكتب له فحوصاته، هذول لهم فحوصات معينه. يعني طبيب الجلديه بده يكتب لامراض الدم؟ يعني مش منطق. انت كل يوم بتجيب لي طبيب شكل وبتجيب يعني عندنا في مركز، شو سبب قله الكوادر يعني؟ ما أظن. نعم. يعني طبيب أسرة بيسد الوضع. ما حكيتي لنا انت بعدين يعني شو مستقبلهم يعني كمرضى تلاسيميا؟ سريعا عشان نشوف التقرير. مستقبل باهر اذا عليهم عناية، اذا عليهم رعاية، اذا عليهم النواحي النفسية. لغاية الان ما فيش اخصائية 30 سنة فيش اخصائية نفسية باي مركز. نعم.
وهي شغلة مهمة جدا. احنا يعني تجنبنا نتحدث عن الأعراض مع حضرتك لأنه بدنا نشوف أحمد ويمكن المشاهدين من حالهم رح يشوفوا إيش يعني الأعراض اللي بتكون موجودة عند مرضى التلاسيميا. منتابع التقرير وأحمد قصة نجاح يعني بالفعل، ومنعود بالحوار أو مع الحوار مع السيدة جهاد البنا. بعرفكم حالي، اسمي أحمد بكر البنا، مواليد 90، عمري 27 سنة حاليا. بلشت أن أواجه هذا المرض من عمر يعني شهرين تقريبا، اكتشفوا معي المرض لأنه هو المرض وراثي ينتقل عن الأب والأم، والحمد لله أني تكيفت مع المرض وعشت سنيني ودراستي كملتها ونجحت توجيهي وكملت دراستي الجامعية، وحاليا أنا متوظف. دعم العائلة كان يعني هو اصلا اللي خلاني ان اواجه هاي الظروف، دعم العائله. غير هيك انه نظره المجتمع برضه كان رافض، المجتمع لها غير متقبل للمرض اصلا، وما يعني انه تكيفت او تقلمت مع البيئه المحيطه والحمد لله يعني، ونجحت بحياتي. العلاج تاعي انه هي انه باخذ، في عندنا حبوب وعندنا ديسفيرال. هلا انا باخذ النوع مش الحبوب، باخذ اللي هي الابر تحت الجلد اللي هي 8 ساعات متواصله، كل 20 يوم بحتاج الى عمليه نقل دم اللي هي وحدتين، وكل شيء تمام. يعني انه اذا اخذت العلاج بتصير انسان طبيعي جدا. احتاج انه علاج هي الحل، هاي المرض هذا الشفاء منه التام، عمليه زراع نخاع العظم. طبعا هي تكلفتها مرتفعة جدا، وعندنا الحمد لله في الأردن متوفر هذا العلاج في مركز حسين للسرطان، بس أنا يعني الحمد لله ما حلفنا الحظ رب العالمين ما شاء، الحمد لله يعني ما شاء رب العالمين إنه أشفى. كان إلي ما كان إلي مطابق نخاع عظم، محتاج انه هي زراعه نخاع العظم بس فقط. المشاكل هي انه اذا كان صاحب العمل حكيت له انا مريض خلص بقى فشل، خلص انت غير انسان طبيعي مع السلامه. او انه مثلا اصحابي مكان برا عام طبيعي جدا، زي انسان طبيعي يعني، ما كان انه في تفرقه او شيء. بس كان انا يعني بصغري واجهت مشكله في المدرسه انه هذا الطالب مريض، لا قعدوا له حال، يعني بتحز ببال الواحد برضه يعني، في كان عدم وعي بالمجتمع. طموحات اني اكمل حياتي كاي شاب عادي، اني اتزوج يعني اكون اسره وانه انجح بحياتي، والحمد لله ناجح اصلا، وكله بعزم واراده الحمد لله من رب العالمين. بتمنى انه يوفروا لنا مركز متخصص في علاج مرضى التلاسيميا في الاردن، يعني زي ايطاليا، زي اوروبا، زي الدول المتقدمه زي كندا، يعني انه يكون مركز من الف الى الياء، يعني يكون انه اقامه مش يوم واحد خلص خذ الدم وروح، لا هو لازم مريض التلاسيميا لازمه متابعه، لازمه علاج، لازمه فحوصات، يعني انه يكون شامل. بس انا هذا اللي متمنيه، ما بدي شيء. بواجهه انه مثلا انه مثلا مريض التلاسيميا هلا ممكن ما بتعرف انه هم مستوى الهيموجلوبين بنزل، يعني اذا نزل عندي بتعب. هلا انا ايام بتعب بروح يعني غير موعدي، في دكاتره هناك بقول لك انت روح ما في لك دم، ليش؟ طب انا تعبان. قال لا تعال على موعدك. طب كيف انا بدي اجي على موعدي وانا تعبان؟ انا بحاجه لعمليه نقل دم. إذا مشاهدينا تابعنا أحمد طبعا ابن حضرتك، والله يرحمه فتوح، يمكن فتوح أيضا كان مصاب بمرض التلاسيميا وهو اللي حرك يعني حرك قضية الأردن كلها، حتى حملات الدم اللي بنقوم فيها باسمه.
حملة الدم الأولى في حملة فتوح. صار له 8 سنين هو متوفي. من 2009. قد ايه كان عمره؟ 30 سنة. 30 سنة كان مهندس. بسبب يعني عدم أخذ يعني عدم وجود أدوية ولا؟ لا والله يعني قلت لك الحالة النفسية. يعني بيوصلوا لمرحلة خلص يعني بزهقوا بتعبوا. تعب زهق. يعني أنا كل يوم بدي أغوص حالي زي ما شفتي الجهاز وبدي أروح أشتغل. كان يعني درس هندسة معمارية وكان رئيس دائرة الكمبيوتر في وزارة السياحة فتوح على يرحمه. شوفي ظروفه يمكن تكون أفضل من غيره بالرغم من هذا بكتير. الحالة النفسية أثرت عليه بالضبط. يعني في دكتورة أخت وصديقة لنا كانت مع المرضى وكذا. لما في صبية يعني إحنا عم نعيش مآسي. شو عن اسم مآسي؟ يعني ست عندها ولد ولدين وبنات مصابين بالتلاسيم. جوزها أستاذ مدرسة. نعم. الأولاد عم بتطاوشوا. راح يفزع بناتهم وقعوا على الأرض أجى على رأسه توفى. توفى الولد الكبير. توفى الولد الثاني. أعمار بتكون 18 20 بدون لا هدول بدون سبب. اوكي طبعا. البنت كان عمرها 13 سنه. يعني لغايه الان الدكتوره بتقول لي انا نفسي اعرف سبب وفاتها. مش فيها شيء يعني طبعا. بدها تكون حاله نفسيه. قديش تقريبا نسبه عدد الوفيات بين مرضى التلاسيميا وباي اعمار بتكون وايش مثلا الاسباب؟ والله انت عم بتقولي اذا في عنايه ممكن انه يعني الاعمار يعني يد الله بس بيعيشوا يعني وزوجوا وخلفوا. نعم. في عندهم اولاد وسليمين وكل شيء تمام والله يخليهم يا رب. هاي ما له عمر. يتبع العنايه زي ما حكيت لك الدم شريان حياتهم. الدم بقتله. قديش عندنا عدد وفيات تقريبا؟ والله حسب يعني من اول السنه للان عندنا حوالي 6. قد ايه؟ 6. 6 والاسباب بتكون نفسيه اكثرها. اكثر نفسيه. يعني ما فيش عندنا مشاكل انه لا سمح الله الادويه مش موجوده او لا 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 هو ممكن ياخذ الادويه وعنده الادويه وموفره لوزاره الصحه الادويه وكل شيء بس خلص. يعني في شغلات كمان بتعقده. هلا زي ما حكى احمد انه احنا بدنا مركز. انا ليش بدي مركز؟ بدي مركز متكامل. نعم. هلا بروح بده رحي. مثلا لطبيب الغدد بيعطيه 6 أشهر موعد. نعم. تاخير في المواعيد. فينا ناخذ اتصال من دكتور حاتم الازرعي مزبوط؟ هذا مدير من وزاره الصحه المتحدث او الناطق يعني الاعلامي بوزاره الصحه. يعطيك الف عافيه دكتور. هلا ست هناء. اهلا تحياتنا لحضرتك وجهودكم مشكوره. طبعا احنا مشرفتنا اليوم السيده جهاد البنا عم تتحدث ايضا يعني عن تبنيها هي بالنهايه لمرضى التلاسيميا في الاردن. بالتاكيد يعني بتشكر الوزاره على الكثير من الخدمات ولكن ايضا هي عم بتطالب بمجموعه خدمات اخرى وتحديدا فيما يتعلق بالجانب النفسي الجانب اللوجستي مثلا في المراكز. بدايه احكي لنا شو طبيعة الخدمات اللي انتم بتقدموها وهذا ما اذا ما نقول عنه تقصير مثلا هل الاسباب فرضا مادية؟ الواقع اشكرك ست هناء وتحية ايضا الى ضيفتك العزيزة السيدة جهاد البنا وهي يعني تقوم بدور حقيقي على هذا الصعيد ويعني دائما هناك تواصل بين الوزارة وحضرة السيد جهاد البنا وهي من الأشخاص الذين يعملون بجد على هذا الصعيد. نعم. الواقع الأردن يهتم جدا بهذه الفئة من المرضى وهؤلاء كما كنتم تتحدثون قبل قليل لديهم العديد من أشكال المعاناة الناجمة عن طبيعة هذا المرض. صح. الواقع الأردن وفيه ميزة في تعامله مع هذه الفئة أن العلاج يقدم لجميع مرضى التلاسيميا مجانا. نعم. وهذه مكرمة ملكية سامية. أيضا الوقاية عدم حصول إصابات جديدة على درجة عالية. صح. من الأهمية وبالتالي الأردن يعني هناك الفحص ما قبل الزواج وهو لمرضى لاكتشاف مرض الثلاسيميا وتقدم الوزارة النصح والإرشاد. نعم. للمقبلين على الزواج إذا كان عندهم هذا العامل الوراثي. نعم.
أن لا يتم الزواج. بدي أقاطع حضرتك، اسمح لي دكتور، وإحنا أنت لسه يمكن بدك وقت عشان تجاوب الأسئلة اللي طرحناها، ولكن تحديدا في ملف التست أو الفحوصات ما قبل الزواج، كانت عم تحدث السيدة جهاد البنا أيضا تحت الهواء إنه الفحص عادة ما بيكون فحص دقيق يعني، أو مش هو الفحص التأكيدي، ومرات كتير في أشخاص يعني هي عصرتهم وعايشتهم أخذوا فحص إنه ما عندهم مشاكل أبدا، راحوا تجوزوا وتفاجؤوا بأطفال مصابين. شو طبيعة الفحص المقام حاليا، وليش ما بنتوجه للفحوصات التأكيدية؟ الواقع أنا يعني بصراحة ليست لدي فكرة حول الفحوص التي تجرى، لكن يعني لم يسبق أن كانت هناك أي شكوى على هذا الصعيد، على الأقل حسب معرفتي الشخصية. طب مش غلط يعني إذا بتقدر حضرتك إنك تتابع بهذا الملف؟ إذا كانت هناك أي مسألة في هذا الجانب تتعلق بالفحوص، لكن أعتقد أن الفحوص هي دقيقة وهي تعطي نتائج دقيقة. نعم. طب دكتور، بس علشان ما نطيل عند هاي النقطة، الست جهاد رح تجيب لك هي الفاكتس أو المعلومات الموجودة عندها. إن شاء الله. ثلاث نقاط رئيسة جدا. أول إشي، في مثلا الدواء اللي له علاقة بعضلة القلب مش عم بيكون متوفر في الصيدليات لفترة في يعني في الزرقاء، في محافظة الزرقاء تحديدا. في طلب أيضا إنه يكون في متابعة للحالة النفسية بالنسبة لمرضى التلاسيميا، لأنه للأسف يعني في الكثير منهم الوفاة بتكون بسبب يعني هذا القهر النفسي إذا بتحب. والموضوع الثالث أيضا اللي له علاقة بطبيعة الأماكن، طبيعة المراكز اللي بيتم أخذ العلاج فيها، مثلا عندنا بالغور الصافي أعتقد كنت عم تحكي غرفة فيها 55 شخص. يعني هاي الأمور كلها مش آن الأوان كمان إنه نلتفت لإلها؟ بالتأكيد، هي الوزارة في بالمجمل تسعى إلى تطوير واقع الخدمات لجميع المرضى. نعم. ونحن لم نقل يوما ما أن الوزارة وصلت درجة الكمال. أكيد. وهذه الفئة لديها معاناة ناجمة عن المرض. يعني نستطيع بالفعل أن نتعاون مع أي جهة تطرح إشكاليات أو تطرح سلبيات أو تطرح بعض القضايا التي من شأن الالتزام بها أن تجنب هذه الفئة أي مصاعب وهم يتلقون العلاج. الجانب النفسي، الأدوية، الوزارة حريصة على توفير جميع الأدوية التي يحتاجها هؤلاء المرضى، وإذا كان هناك أي نقص في أي علاج نتمنى التواصل دائما مع الوزارة. فالأدوية بالمجمل متوفرة، لكن بس في هذا الدواء تحديدا كان تحدث عنه السيدة جهاد البنا، نستطيع أن نتابع مع السيدة. تمام. إذا آخر يعني آخر شاء. وإحنا لأنه يعني نتأمل فيكم ونتوسم فيكم الكثير من الخير، آخر بس ملاحظة، وطبعا السيدة جهاد بتحكي من يعني حرصها على هاي الفئة، إنه ما في طبيب مختص في الزرقاء تحديدا. يعني في الكثير من الأحيان بيروح مثلا مرضى التلاسيميا على مركز بيلاقي مقيمة مثلا يعني جلديه او غيرها. هل كمان ممكن انه يكون في التفاته لهذا الموضوع؟ بالتاكيد كل ما من شأن. طب احنا بدنا وعد من حضرتك هلا على الهواء، سيده جهاد هلا اذا طلعت من عندنا من الاستوديو اجت على وزاره الصحه، مين بتقدر تشوف؟ وهل بالفعل ان شاء الله يعني عندكم اذان صاغيه تسمعوها تفكروا مع بعض بمجموعه حلول؟ بالتاكيد، وانا اعتقد ان السيده جهاد وهي منذ سنوات تتواصل طبعاً مع الوزاره في هذا الشان، واي ملاحظه تتعلق بمرضى الثلاسيميا وعلاجهم والامور الخاصه بهم نحن على استعداد ان نستقبلها. في ملف شائك آخر للأسف يعني ما رح نستطيع أنه نتحدث فيه مع حضرتك هلأ، وهو قضية الفحص الطبي عند التقديم إلى العمل. يعني الكتار من مرضى التلاسيميا بتخرجوا قاعدين بكالوريوس وشهادات مختلفة، بروح بده يشتغل إلا اللي عنده يعني يمكن واسطة إذا بدنا نقول، للأسف ما بقدر يحصل على وظيفة لأنه يسقط مثل ما حكت السيدة جهاد في الفحص الطبي. يعني في مجال كمان يكون في التفاتة لمراجعة مثلا هذه القوانين؟ الواقع يعني ليس هنالك من قانون لا يمكن مراجعته. الواقع يعني حقهم في العمل هذا حق، ربما يحتاج إلى ذلك إلى تعديل في نظام العمل إذا كان هنالك ما يمنع عملهم. أنا الحقيقة لا أعرف إذا كانوا يواجهون مشكلة في التعيين، فربما هذه لا ليست
قضية من اختصاص وزارة الصحة مباشرة، لكن يمكن أيضا الحديث في هذه المسألة. طيب. والعمل حق من نعم. حقوق المواطنين. احنا شاكرين لوقتك دكتور حاتم الأزعري، وشاكرين أيضا للأزرعي، أنا آسفة بعتذر، دكتور حاتم الأزرعي شكرا جزيلا كنت موجود معنا اليوم، وإن شاء الله أنه يعني أنتوا بالوزارة المعنيين بهذا الملف مع الجمعية والسيدة جهاد البنا اتلاقوا بالفعل حلول جذرية يعني لهذه الفئة تحديدا. شكرا جزيلا لحضرتك سيد جهاد. بآخر 30 ثانية أعتقد يعني حكينا أو سردنا مجموعة تحديات، شو الرسالة اللي بتوصليها للمشاهدين؟ لأنه وقت المشاهدين لكل إنسان، إحنا مقبلين على شهر رمضان، نعم، إنه يدعم هدول المرضى حتى عن طريق القناة عندكم هون، إذا بدهم يجيبوا تبرعات، حتى القناة تتبنى إنه إحنا نعمل نقلة نوعية لمركز التلاسيميا في عمان في مستشفى البشير وفي الغور، نعم، يعني نحدث هاي المراكز، نخليها فعلا انه الانسان لما يدخلها المريض يحس انه انسان. طبعا طبعا. فاذا حدا عنده يعني مبادره انه يجي يستلم مركز تلاسيميا في مستشفى البشير ويعمل له صيانه ويرتبه ويركبه. طبعا احنا بحاجه مثل ما حكيتي للايادي البيضاء. يعني انا بدي اعتذر منك، وقت الفقرة انتهى. شكرا جزيلا. بس لحظة يا سيدة دقيقة. تفضلي. يعني لحظه انه وزاره الصحه مشكوره، احنا كهيئات تطوعيه احنا داعمين لوزاره الصحه. نعم. داعمين للحكومه. لانه هي مش حتقدر تقدم كل شيء. صح بالتأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك سيدة جهاد البنا. ومشاهدينا يعني حاولنا بس أن نضيء على هذا الموضوع، يمكن إحنا كمان أيضا من واجبنا كأشخاص أنه يعني نبتعد شوي للأسف أحيانا على إقصاء من هم مختلفين. مرضى التلاسيم يمكن بشكلهم بمظهرهم بيكونوا أكثر شحوبة، ولكن بالتأكيد هم يمتلكوا من الميزات ويعني التفاصيل اللي تفوق علينا والإبداع تفوق عن ما نمتلكه نحن أكثر. يعني هاي أيضا يمكن مناشدة لجميع الأشخاص اللي عندهم أو بيشتغلوا بالقطاع الخاص الاهتمام بهاي الفئة، حتى إحنا كمواطنين تعزيزهم والتعامل معهم بإنسانية بعيدا عن الشفقة. على العموم بعد الفاصل إن شاء الله عنا استضافة مهمة جدا مع سعادة الدكتور العين مهند العزة.